تيزبريس.com. تيفلوين هي واحد التظاهرة كتشرف عليها جماعة تيزنيت. هي فكرة مبدعة، فكرة كتحتفي بإيدي النار بالسنة الفلاحية، السنة الأمازيغية 1973. هذه مناسبة باش نهنيو الساكنة عموما ديال تيزنيت بهاد السنة الجديدة، ونتمنى إن شاء الله أن تكون سنة يمن وبركة. هاد الفكرة الجديدة انتم شفتوا كيفاش تم الاحتضان ديالها من قبل الساكنة، شفتوا الإقبال الكبير ديال الساكنة، شفتوا الفرحة اللي كاينة عند في على محيى الجميع. السبب ديال هذا الشيء هو أن هذه التظاهرة تساهم بالدرجة الأولى في الترسيخ الثقافة الأمازيغية بمدينة تيزنيت. السبب هو أن هذه التظاهرة تحتفي بالموروث وبينات بشكل كبير جدا المكنون والخبايا ديال مدينة تيزنيت، وبالخصوص المدينة القديمة ديال تيزنيت، المدينة القديمة وما تزخر به من مقومات تراثية ثقافية فنية إبداعية. هذه المدينة هذه السلطانية وهذه التظاهرة ديال تيفلوين ساهمت في إبراز واحد العدد ديال الأمور اللي نتمناو إن شاء الله، وأكيد وهذا الوقع الإيجابي اللي شفناه أكيد أنه غادي يكون عنده وقع مستقبلي إن شاء الله. تيفلوين كفكرة ربطت ما بين المدينة القديمة وترقوى كالرئة ديال تيزنيت، اللي فيها بساتين، اللي فيها الفلاحة ديال تيزنيت اللي يشتغلوا على الحقول ديالهم منذ عقود، وترقوى كاينة، والمدينة القديمة بالمسارات ديالها، بالدروب ديالها، بالأزقة ديالها، بالفضاءات اللي فيها، كلها كتعطينا واحد الموروث غني جدا يستحق تيفلوين ويستحق تظاهرات أخرى أكثر من هذا النوع ومن هذا الحجم ومن هذا المستوى. الحمد لله أن بفضل هذه التظاهرة هذه تعرف المغاربة داخل الوطن وخارجه، وكذلك الأجانب تعرفوا على تيزنيت وعلى المقومات ديالها، والساكنة كذلك تفتح في وجهها واحد العدد ديال المرافق اللي كانت مغلقة لعدة سنوات، على رأسها المرافق التابعة لتيكمنت مازير والمتحف. وهاد المرافق هذه اللي كاينه في قصبة أغناج، هاد المرافق اللي عبرت الساكنة على الارتياح ديالها والفعاليات ديال المدينة والزوار ديال المدينة. علاش؟ لأن هذا المشروع كيستحق أن الأجيال ديال المدينة، أن الساكنة تستفد منه، كيستحق أنه يكون مزار وأنه يكون واحد المحطة للتعريف بما تزخر به مدينتنا مدينة تيزنيت. نفس الشيء بالنسبة للمسارات الأخرى اللي فيها ماشي فقط فضاءات مؤسساتية، فضاءات عمومية، فيها كذلك فضاءات خاصة، وهذا هو الجميل. الفضاءات الخاصة كذلك تدمجات في هذه التظاهرة ديال تيفلوين، اللي فيها مقاهي أدبية، فيها فضاءات خاصة ديال اللي كتحتضن الثقافة والتراث، واللي شرفوا عليها الشباب اللي كانوا آمنوا منذ القديم، منذ عدة سنوات آمنوا منذ عدة سنوات بالأهمية ديال المدينة القديمة. الآن الجديد في التظاهرة ديال تيفلوين، الجديد في إيدي النار ديال هذه السنة، وهو أن الجماعة خدات المبادرة، وأن الجماعة تبنات هذا المشروع ديال إيدي النار كذريعة من أجل الاحتفاء بالمدينة القديمة. تبناتهم في المشروع العمل، البرنامج العمل ديالها اللي صدقت عليه، وهذا واحد من التنزيلات العملية ديال برنامج العمل ديال الجماعة، اللي كنعتبروا المدينة القديمة كلها مشروع مندمج، وكنعتبروا ترقوى كفضاء إيكولوجي مشروع كذلك مندمج. هاد المشروعين المندمجين إلا تجمعوا ولقينا كيفية الربط بيناتهم، كونوا على يقين بأن المدينة ديالنا غادي تكون
غادي تمشى اكثر الى الامام، وغادي تكون مسارات سياحيه، وغتكون يكون عندها تاثير اقتصادي وغيكون عند ايجابي على الاسر وعلى الساكنه المقيمه والزائره و لمدينه تيزنيت. هذا التظاهرة ديال التفلوين كما قلت ماشي ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة من أجل أننا نبرمزوا هذا الموروث اللي عندنا في المدينة ديال تيزنيت، وفي نفس الوقت وهذا هو اللي أساسي نعرفوا بأن راه عندنا واحد العدد ديال الحوايج التي تستحق كل العناية، والعناية من هذا المستوى الاحترافي